وكنا بنتكلم عن فكرة الرجوع إلى يعني إلى الماضي بالزمن، لو اتفتحت لك يعني اتفتح لك سرداب كده تقدر أوكي. ترجع بيه أو تطلع أو تطلع لقدام. أوكي. تجريش على خياله. يعني على حسب الإشارة إيه، حمرا خضرا هنفضل الاتجاه. تحب تروح فين؟ أنا بحب طبعا بإني رسام، ففي فنان بحبه جدا اسمه ريمبرانت، ده مواليد 1606 ومات 1669. يعني انتوا بغتوني بالسؤال، بس اول حاجه جت في بالي ان انا بحب الراجل ده جدا، وهو فنان عظيم، وبيسموه ان هو خير من روض الظل والنور، من كتر ما هو وكأن الضوء والظل وحوش، وهو الفنان اللي قعد يروضهم الاثنين. بحيث انا كنت لسه في الناشونال جاليري في لندن الشهر اللي فات، فوقفت بتاع ساعتين ما حسيتش لا برجلي ولا بان انا اقعد، ولا انا خدت بالي ان في كرسي ممكن اقعد علشان خاطر استريح وانا كل بتفرج. كل ده بتشوف اللوحة واحدة؟ الاضاءة والظل والنور. لا انا حظي حلو، ده كان في كان بتاع 17 لوحة، انا كنتش مصدق يعني. بس عايز بتزيوم. لا ما هو كان الوقت بقى كان خلاص قعدت 10 ايام، فده كان المتحف هو بالحجز بقى على النت، وتخش بتاع هيصه كده تقف بالطابور لحد انا نفسي الاقي طابور هنا قدام متحف او معرض فني. يعني الثقافات برضو بتختلف طبعا. طب ايه اول سؤال هتساله له؟ الظل والنور ازاي بتسيطر؟ يعني ممكن تلاقي اللوحه كلها عباره عن وش مضيء، فطبعا بيدرس الغامق والفاتح والوسط عشان والكتله من ورا بتاعت الظل عشان يبرز ده من النص. بس كونك ان انت بس ما تساليش، انت تقعدي تتفرجي بس جنبه. بعد مربع أيوة. ايده كده ونتفرج كده الاستاذ بيعمل ايه. وانا عملت كده في المتحف، طلعت ورقه قدام لوحه من لوحاته وقعدت رسمتها بشكل سريع جدا، بس طلعت حلوه. كان في واحد هندي من ضمن الناس اللي كانوا موجودين، فطبعا الناس لفت حواليا بتشوف بقى يعني متحف وكمان إيه واحد بيرسم. فلقيته صور لي فيديو وكانت مفاجأة لطيفة جدا، وبعتها لي بعد كده على الواتساب وكده، فكان شيء جميل. فالفن، الفن ده أجمل حاجة في الحياة على مر العصور. هتضحي بقى بكل التكنولوجي بالتليفونات بكل ده عشان ريمبرانت؟ لا 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 لا، ده انا كنت في اجازه كنت قافل التليفون 4 ايام، مش عايز اقول لك كل اصحابي كل الناس كل حسدوني ان انا قدرت اعمل حاجه زي كده. طبعا ده مش سهله، مقاومه فظيعه. اقول طب انا هدخل على انستجرام بس، طيب تاكلك تاكلك بلاش فيسبوك، طب اشوف الشغل نزل ولا لا في الاخبار لحسن كوره فادوني. لا مفيش. بس فلا ساعات الانسان بيحتاج ان هو هولد كده من كل التكنولوجيا لانه بقت خطر.